وطن قوي لا يكتفي بمواجهة الحرب وترميم تداعياتها، بل يقاتل ويرمم ويطور، لأن أبناءه لا يطمحون لإعادته إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإنما إلى ما هو أفضل. جريح هو مثال حي للتضحيه. لازم الجيل اللي طالع يتعرف عليه، يتعلم منه، لازم يعرف اذا عم يحط لقمه بتمه، اذا عم ينام بتخته، اذا عم ينام ببيته، اذا عم يروح لمدرسته او لجامعته او يسافر من مدينه لمدينه بامان. هو بفضل هذا النموذج، هذا النموذج اللي هو اعلى مستوى من الوطن. هي لبين ما تروحي تاكلي؟ بيانا لازم تروح ياكل تحليك هي ولا هي تحليك هي سكينه. طيب سؤال ثاني، شو سؤالك الثاني؟ انا بدي ابعث لك هديه مني ومن عمو بشار، فنحن شو بدنا نبعث لك؟ شغله هيك تحبيها كثير. شو بتحبي؟ باربي. باربي الحمد لله على السلامة. لولا الإرادة لما كان هناك انتصارات عسكرية. هذه الإرادة، إرادة الشعب، هي التي حققت هذا الانتصار. بمقدار ما شعبنا عريق ومتجذر في التاريخ، بمقدار ما ينظر للمستقبل بدلا من أن يعلق بالماضي مهما كان مرا وقاسيا، فالذاكرة لما مر من أحداث هي لتعلم الدروس لا لمراكمة الأحقاد، والدروس والتجارب هي التي تبني الأمم والأوطان وتمنحها الصلابة والمناعة. ولأن سوريا قوية صمدت، ولأنها واجهت الحرب بشجاعة، فسوف تكون أكثر قوة ومتانة.